السلام عليكم متابعي موقع المنبر الرياضي. اليوم نحن بملعب المسيرة حيث مباراة الجولة الخامسة من بطولة القسم الوطني الأول هو في سطره الجنوبي. فريق عمل تيزلي تمكن من تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على حساب ضيف فريق أولمبيكا ليوسفية الوافد الجديد على بطولة القسم الوطني الأول هو. في هذه اللحظة ينضم إلينا السيد أحمد بوكساس مساعد مدرب فريق عمل تيزلي. أولا هنيئا السيد أحمد بوكساس على الانتصار هذا، شنو ممكن تقول لنا على هذه المباراة وعلى هذا الفوز هذا اللي تمكن فريق عمل تيزلي من تحقيقه وممكن نقول في الشوط الثاني من المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا النتائج السلبيه في المقابلات الاولى هي اللي عطات هذه النتيجه ديال اليوم، يعني كان المفروض علينا اننا نحققوا نتيجه ايجابيه يعني نرضيو بها الجمهور، ورغم هذه النتيجه يعني نقول بان الفريق مازال عنده يعني عنده مازال بعض المشاكل خصنا نعالجها على مستوى التركيبه البشريه، ولكن اليوم الحمد لله ان التغيير ديال الاطار الوطني السي حسن ابرامي اللي جا على راس الاداره التقنيه عطى واحد الدفعه معنويه للفريق. الحمد لله قام ببعض التغييرات عطات الاكل ديالها خاصه في الشوط الثاني. كنا عازمين على اننا نردوا المقابله للصالح ديالنا في الشوط الثاني. الحمد لله تمكنا باننا نحققوا هذه النتيجه، ومن هنا تنهني اللاعبين اللي اليوم صراحه أبانوا على الوجه الحقيقي ديالهم، لانهم في المقابلات الاولى ما كانوش يعني في كامل القدرات ديالهم البدنيه، ولكن الحمد لله ان هذه المقابله نصفتنا يعني. ولكن كما قلت في الاول ان مازال لا تبع على الخدمه، لان فريق اولمبيك يوسفيه اللي صعد حديثا القسم الاول هو يعني ماشي من الفرق المجربه، ولكن نتمنوا المقابلات المقبله اننا نكونوا في الموعد ونحققوا مثل هذه النتائج الايجابيه. وتحيه مره اخرى للمنبر الرياضي على الاستضافه، وتحيه للجمهور صراحه، لا الجمهور للتاريزيك ولا الجمهور للمحبين لهذه الجهه صراحه، كلهم يعني جايين باش انهم يشجعوا الفريق من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه. ومازال خصنا خدمه كما قلت، وكلمه نقولها للجمهور بان ما يفكرش دابا كلمه ديال الصعود، خليوها للمقابلات الاخيره ان شاء الله. وتحيه رياضيه وشكرا.